بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني بسام، وبإذن الله الفيديو هذا حيكون الجزء الثاني من فيديوهين تكلمت فيهم على جزئية الميديكال انتيمولوجي أو الأرثروبودز. في الفيديو هذا حنكمل بإذن الله تعالى باقي الكلاس إنسكتا، بداية ببقية الأوردر ديبترا واللي هما الموسكيتوز والفلايز، ومن ثم حنتطرق للأوردر سايفونابترا اللي هما الفليز، أوردر أنوبلورا واللي هما اللايس، أوردر هيمبترا واللي هما البوكس، وأخيرا حنتطرق للكلاس أركنيدا واللي هما التكس، المايتس، السبايدرز والسكوربيونز. نبدو بالموسكيتوز. بداية يوجد العديد من عائلات الموسكيتو المهمة طبيا، لكن احنا حنركزوا أكثر حاجة على عائلتين، عائلة الأنوفيلين وعائلة الكيوليسين. بالنسبة لعائلة الأنوفيلين فيندرج تحتها موسكيتو تعرف باسم الأنافيلس موسكيتو، والمفترض اسمها يكون مألوف كوننا مرينا عليها سابقا في جزئية الملاريا. أما عن عائلة الكيوليسين فيندرج تحتها تو موسكيتوز، واحدة تسمى بالكيوليكس موسكيتو وواحدة تسمى بالأيديز موسكيتو. إذن حنمر على ثلاث موسكيتوز: الأنافيلس موسكيتو اللي تندرج تحت عائلة الأنوفيلين، والكيوليكس والأيديز موسكيتوز واللي يندرجوا تحت عائلة الكيوليسين. تو السؤال هنا، كيف نفرقوا بين الموسكيتو اللي تنتمي لعائلة الأنوفيلين والموسكيتوز اللي ينتموا لعائلة الكيوليسين؟ والجواب هو عن طريق الموسكيتوز هيد مورفولوجي. فرأس الناموسة تختلف فيه بعض الخواص بين عائلة الأنوفيلين وعائلة الكيوليسين. طبعا التو موسكيتوز اللي على اليسار هادو في ميل وميل من عائلة الأنوفيلين، أما عن التو موسكيتوز اللي على اليمين فهادو في ميل وميل من عائلة الكيوليسين. وبش نفهموا الفرق بيناتهم ضروري قبل نعرفوا الستراكشرز اللي تتواجد في العادة في رأس الموسكيتو. الموسكيتو عندها 3 important structures في رأسها. فأولا عندها زي انبوب طويل في منتصف رأسها واللي هو الماوث متاعها اللي تثقب به الجلد وتمتص به الدم. بجانب الماوث متاعها على اليمين وعلى اليسار عندها زي العصاتين يسموا فيهم maxillary pulps واللي هما عبارة عن حساسات يساعدوها في عملية الغذاء. وأخيرا بعد المكزيلاري بالبس على اليمين وعلى اليسار عندها قرون الاستشعار أو الأنتنة. طبعا كقاعدة عامة تشمل جميع الموسكيتوز، دائما الأنتنة متاع الميل تكون بلوموز أنتنة، يعني الأنتنة يكون عليها كمية كثيفة من الشعر. أما عن الأنتنة متاع الفيميل فتكون بايلوز أنتنة، يعني كمية الشعر عليها تكون أقل. تو نرجع للمقارنة بين الأنوفيلين والكيوليسين ونشوفوا الفرق بيناتهم، بداية بالفيميلز. الفرق الوحيد بين الفيميل أنوفيلين والفيميل كيوليسين هو المكزيلاري بالبس. ففي الفيميل أنوفيلين حنلقوا إن المكزيلاري بالبس طوال وبنفس طول الماوث متاعها تماما، بينما المكزيلاري بالبس في الفيميل كيوليسين حنلقوا إنهم قصار جدا. تونجولي الميلز، والميلز أيضا يختلفوا فقط في المكزيلاري بالبس. فلما نشوفوا المكزيلاري بالبس متاع الميل أنوفيلين حنلقوا أولا أنهم طوال وبنفس طول الماوث، وحنلقوا ثانيا أن فيهم زي الانتفاخ في نهايتهم، ولذلك يسموا فيهم club shaped bulbs أو clubbed bulbs. أما عن المكزيلاري بالبس الخاصات بالميل كيوليسين فحنلقوا أولا أنهم أطول من الماوث ومش بنفس مستوى طوله، وحنلقوا ثانيا أن ما فيهمش انتفاخ في نهايتهم زي ميل الأنوفيلين، ولذلك يسموا فيهم simple pulps. هنا عنا معلومتين إضافيات. أول معلومة واللي هي أن في الموسكيتوز وفي الكثير من الحشرات الأخرى الفيميل هي فقط اللي تتغذى على البلد، كون الفيميل هي اللي يتكون داخلها الإيجز، فتحتاج مصدر بروتين باش تغذي الإيجز متاعها،
والدم يعطيها حاجتها من البروتين. أما عن الميز فيتغذوا عليه المواد السكرية زي رحيق الأزهار وعصير الفواكه وما إلى ذلك. ثاني معلومة مهمة جدا واللي هي مكونات لعاب الموسكيتو. احنا نعرف ان الموسكيتو تثقب جلد الانسان وتدخل فمها في الكابيلاريز متاعها باش تمتص دمه، وباش تتم العملية هذه بسلاسة وباش تحافظ الموسكيتو على سلامتها تفرز عدة مواد مع لعابها. اولا انستيزيا، يعني تفرز مخدر باش ما يحسش الانسان بالقرصة ويقتلها وهي قاعدة تقرصة. ثانيا فازو دايليترز، اي مواد موسعة للأوعية الدموية باش يوصلها دم اكثر وهي قاعدة تمتص، وبنفس الوقت باش يكون الكابيلاري مرتخي وتتم عملية الامتصاص بسلاسة. ثالثا اميونو ميديوليترز، اي مثبطات لجهاز المناعة باش ما تهاجمش الخلايا المناعية فمها وهو داخل الكابيلاريز. رابعا واخيرا انتي كوأجيلانتس، اي مانعات للتجلط باش تمنع تجلط الدم اثناء عملية الامتصاص. لو نرجعوا للثري موسكيتوز اللي بنتكلموا عليهم واللي هما الانوفيلس، الكيوليكس والايديز، الموسكيتوز هادو يحطوا الاكس متاعهم بشكل مختلف عن بعض. فمثلا الانوفيلس موسكيتو تحط الاكس متاعها متفرقات على سطح المية، وبما ان الاكس متاعها عندهم فلوتس واللي هما عوامات فهيقعدوا عايمين على سطح المية لعند ما يفخصوا. أما عن الكيوليكس موسكيتو فأيضا تحط الإكس متاعها على سطح المية، لكن الإكس متاعها ما عندهمش فلوتس ولذلك تحطهم لازقات في بعض على هيئة رافت أي زورق باش يقعدوا عايمين مع بعض. وأخيرا بالنسبة للإكس متاع الأيديز موسكيتو وكونه ما عندهمش فلوتس ففي الغالب ما تحطهمش في المية، إنما تحطهم متفرقات على الأسطح المبللة زي الطين. تونجولي الميديكال امبورتنس، بمعنى اخر شن هي الاهمية الطبية لكل واحدة من الموسكيتوز هادو. بداية بالانوفيلس، اول واهم اهمية للانوفيلس هي كونها الناقل لمرض الملاريا، اي الناقل لطفيل البلازموديوم، بالذات الانوفيلس جامبياي. الانوفيلس جامبياي يعتبر اكثر جينس من الانوفيلس موسكيتو ينقل ملاريا، كونه أنثروبوفيلك يعني يحب دم الإنسان، وإندوفيلك يعني ما عنداش مشكلة يتواجد في الأماكن المغلقة زي الحياش. ثاني حاجة ممكن تنقلها الأنوفيلس موسكيتو هي ديدان الفيلاريا، بالتحديد أكثر دودة البروجيا مالاي ودودة الوتشيليليا بانكروفتي. وأخيرا الأنوفيلس موسكيتو تنقل فيروس يسمى بالأون يونغ نيونغ فيروس. بالنسبة للكيوليكس فأولا تعتبر الناقل الأساسي والأهم للوتشيليليا بانكروفتي أكثر حتى من الأنوفيلس موسكيتو. ثانيا تنقل مجموعة من الأربو فيروسز. طبعا الأربو فيروسز زي ما قلنا في الفيديو الأول هو مصطلح يطلق على الفيروسات اللي تنتقل عن طريق الحشرات. على أي حال الأربو فيروسز اللي تنقلها الكيوليكس موسكيتو هما ويست نايل فيفر، Western Equine Encephalitis، Eastern Equine Encephalitis، Rift Valley Fever Virus، Japanese Encephalitis، و St. Louis Encephalitis. تونجولي الأيديز موسكيتو. الأيديز موسكيتو أهميتها أنها أيضا تنقل مجموعة من الأربو فيروسز، واللي هما الدينجي فيفر والدينجي هيموريجيك فيفر، بالإضافة لزيكا فيروس، تشيكنغونيا فيروس ويلو فيفر فيروس. طبعا اليلو فيفر فيروس عبارة عن فيروس في العادة يكون زونوسيس، يعني في العادة يصيب الحيوانات بالتحديد أكثر المونكيز، ممكن يصيب حتى الإنسان. الفيروس هذا نلقوه في أفريقيا وفي أمريكا الاستوائية. في أفريقيا يكون في العادة أقل شراسة، يعني المونكيز المصابة به في الغالب تتعافى تماما. أما في أمريكا الاستوائية في الغالب يكون شرس،
لدرجة أن المونكيز المصابة به في العادة تموت. لو نبدو بالفلايز، بداية بالهاوس فلاي واللي هي ذبابة المنزل الاعتيادية واللي تسمى علميا بالموسكا ديموستيكا. الموسكا ديموستيكا كوزموبوليتان، يعني تتواجد في جميع أنحاء العالم وتعيش على مقربة من البشر. الموسكا ديموستيكا عندها تو كومباوند ايز، زوز أعين كبيرة يكون لونها بين البرتقالي والأحمر. عندها أيضا بروبوسز واللي هو الخرطوم اللي يلعب دور الفم. البروبوسز متاعها وظيفتها سوكينج أونلي، يعني وظيفتها امتصاص الطعام فقط، ومش بإمكانها ثقب الجلد مثلا زي ما شفنا في الموسكيتوز. الموسكا ديموستيكا يكون عندها في العادة 4 خطوط ماشيات بالطول عليه الثوركس متاعها واللي هو الجزء الأمامي من جسمها، وخط واحد ماشي بالطول عليه الأبدومين متاعها واللي هو الجزء الخلفي من جسمها. بالنسبة للميديكال امبورتنس للموسكا ديموستيكا، فهو أولا إنها تلعب دور الاندايركت ميكانيكال ترانسميتر، يعني تنقل الديزيز كوزينج ايجنتس لماكلة وشراب الإنسان وتسهل عملية إصابته بالعدوى بشكل غير مباشر. بالإضافة أن الإكس متاعها لمنظرهم بانانا شيبت بإمكانهم يسببوا accidental ميسيز للإنسان سواء intestinal أو جينيتو يورينري. تونجولي الستيبل فلاي اللي اسمها العلمي ستوموكسيس. طبعا الستيبل فلاي تم تسميتها بهذا الاسم واللي معناه ذبابة الإسطبل، كونها تتواجد في العادة في الإسطبلات حول براز الأحصنة. المورفولوجي متاع الستيبل فلاي أو الستوموكسيز شبيه جدا بالمورفولوجي متاع الموسكا ديموستيكا، لكن توجد بعض الاختلافات البسيطة زي أن حجمها أكبر، لونها أدكن، والأبدومن متاعها بدل ما يكون عليه خط ماشي بالطول نلقوا أن عليه rounded dark spots، يعني نقاط سوداء دائرية صغيرة. طبعا الفارق الأساسي بين الموسكا ديموستيكا والستوموكسيس هو أن الستوموكسيس blood sucking، أي أن الستوموكسيس تتغذى على البلد سواء الميل أو الفيميل ستوموكسيس، الزوز يتغذوا على البلد ويتغذوا في العادة أثناء النهار. وكونها تتغذى على البلد، الشيء هذا يجعلها direct mechanical transmitter ممتاز جدا، بحيث تنقل disease causing agents مباشرة من دم إنسان مصاب لدم إنسان غير مصاب. ومن أكثر الأمراض اللي تنقلها هم البوليو فيروس، الأفريكان ترابانوزوما، والكيوتينيوس ليشمانيا. تونجولي الساند فلاي واللي تكلمنا عليها سابقا في جزئية الليشمانيا، وقلنا أن في منها تو سبيشيز يهمونا أكثر حاجة واللي هما سبيشيز فليبوتاموس واللي تنقل الليشمانيا في الأولد وورلد، وسبيشيز اليوتزومية واللي تنقل الليشمانيا في النيو وورلد. طبعا الساند فلاي تعتبر هيماتوفاجس، يعني بلود سوكينج فلاي، والفيميل هي فقط اللي تتغذى عليه البلد، ونوعها سولينافاجس، يعني فمها طويل وتمتص الدم مباشرة من الكابيلري، وتتغذى نوكتورنال أي أثناء الليل. بالنسبة للمورفولوجي متاع الساند فلاي، فأولا تعتبر هامب باكت، يعني ظهرها منحني زي السنام. ثانيا عندها هيري بودي، يعني عندها جسم مليء بالشعر. عندها أيضا إريكت وينجز، يعني جناحاها منتصبان دائما ويشكلوا زي حرف الفي مع جسمها. عندها أيضا لونج ديليكيت ليجز، يعني أرجل رقيقة زي الشعرة. وأخيرا عندها هوبينج فلايت، يعني لما تطير طيرانها يكون ضعيف وتبدأ تركب وتنزل بشكل مستمر وهي قاعدة تطير. بالنسبة للميديكال امبورتنس متاعها، فأولا تعتبر فيكتور لمجموعة من الأمراض. أولا الليشمانيا سبيشيز،
بحيث الليشمانيا يصير لها سايكلو بروباجيشن داخل جسم الساند فلاي، أي تتكاثر في العدد وتتطور من ستيج لستيج. الساند فلاي تنقل أيضا بكتيريا تعرف بالبارتونيلا باسيليفورمس. البكتيريا هذه تسبب مرض يعرف بالبارتينيلوسيس أو الأوريا فيفر أو الكاريونز ديزيز. وأخيرا الساند فلاي تنقل أيضا فيروس يعرف بالباباتاشي فيفر فيروس أو الساند فلاي فيفر. أهمية طبية أخرى للساند فلاي هي أنها قد تسبب تحسس جلدي مكان البايت متاعها. التحسس هذا يسمو فيه حرارة. كملاحظة جانبية، نوع الليشمانيا اللي تنقلها الساند فلاي تحديدا في ليبيا في الغالب يكون كيوتانيوس ليشمانيا تروبيكا ميجر. والليشمانيا تروبيكا ميجر هذه تكون زونوتيك، يعني قبل ما تنقلها الساند فلاي للإنسان تعيش الليشمانيا هذه في ريزرفوار أنيمال هوست، واللي هو الفات ساند رات، واللي هو نوع من أنواع القوارض ويسموا فيه علميا بالسامو مايس. تونجولي التسيتسي فلاي أو الجلوسينا، واللي اتطرقنا لها سابقا في جزئية الترايبانوزوما. بداية التسيتسي فلاي تعتبر هيماتوفاجس، بالتحديد أكثر تيلمافاجس، يعني فمها قصير وما تقدرش تمتص الدم مباشرة من الكابيلري، ولذلك تجرح الجلد وتتغذى عليه الدم اللي يطلع. الميلز والفيميلز الزوز يتغذوا عليه البلد، وتوقيت غذائهم هو دايورنال أي أثناء النهار. بالنسبة للمورفولوجي متاعهم، فأولا لون أجسامهم قد تختلف، فالبعض منهم لون أجسامها يلو، البعض الآخر براون، وبعضهم عندهم بلاك بوديز. لما تكون التسيتسي فلاي واقفة وما تطيرش، أجنحتها يكونوا overlapping، يعني يتسكروا فوق ظهرها ويجوا فوق بعضهم، فيبدأ منظرهم وكأنهم جناح واحد. ولما تطير ينتصبوا الأجنحة متاعها بشكل أفقي بعيدا عن الأبدومن زي ما في الصورة. الأجنحة متاعها عندهم تزغريفة شبيهة بالفأس يسموا فيها hatchet cell pattern. طبعا الأهمية الطبية الأساسية للتسيتسي فلاي أو الجلوسينا هو كونها الناقل الأساسي لطفيل الترايبانوزوما، واللي يسبب مرض يسمى بالسليبين سيكنس في البشر، ومرض يسمى بالنجانا في الحيوانات. وما ننسوش أن الترايبانوسوما يصير لها سايكلو بروباجيشن داخل التسيتسي فلاي، يعني تتكاثر في العدد وتتطور من ستيج لستيج بنفس الوقت. بالنسبة للكنترول of التسيتسي فلاي، ففي الغالب يكون عن طريق الانسكتسايدز أي المبيدات الحشرية، وبإمكاننا نستخدمهم بأكثر من طريقة. فبإمكاننا مثلا رشهم من الجو عن طريق الطائرات، والشيء هذا يفضل نديروه أثناء الدراي سيزن، يعني أثناء الصيف، باش ما تصبش مطر وتخفف مفعول المبيد الحشري. بإمكاننا أيضا استخدام التارجتس والترابس واللي هما المصائد، بحيث يكونوا معبيات من الداخل بالإنسكتسايدز، ويبدأ لونهم من برا يجذب الحشرة زي اللون الأسود والأبيض أو اللون الأزرق والأبيض، وتبدأ فيهم حتى مواد رائحتها تجذب الحشرة زي الأسيتون والأوكتانول. تونجولي الدير أو الهورس فلاي، واللي تسمى أيضا بالكليك أو الستاوت، واسمها العلمي كرايسوبس. الفلاي هذه هيماتوفاجس، بالتحديد أكثر تيلمافاجس، والفيميلز هم فقط اللي يتغذوا على البلد. توقيت غذائهم يكون أثناء النهار دايورنال، وفي الغالب تتغذى خارج المنازل. ذبابة الكرايسوبس كبيرة الحجم وتعتبر سترونج فلاير، يعني بإمكانها الطيران بشكل ثابت لمسافات طويلة نسبيا. طبعا أجنحتها أجسامها وأعينها كلهم عليهم زخرفات مميزة وذات ألوان براقة. الزخرفات هذه ممكن تكون على هيئة سبوتس، بانز أو زيكزاكس.
بالنسبة لأهميتها الطبية، فالكرايسوبس أولاً وزي ما نعرفه تعتبر البيولوجيكال فيكتور لدودة اللولوة، بحيث اللولوة يصير لها سايكلو ديفلوبمنت داخل جسم الحشرة، أي إنها تتطور من ستيج لستيج من دون ما تتكاثر في العدد، بالتحديد أكثر من مايكروفيلاريا لفيلاري فورم لاربا. اللولوة يسموا فيها السكان المحليين في أفريقيا بأران أوجو أو أغان أنيا. الكرايسوبس بإمكانها أيضاً تلعب دور الدايركت ميكانيكال ترانسميتر لبعض الأمراض، بحيث تنقل الديزيز كوزينج ايجنتس مباشرة من دم إنسان مصاب لدم إنسان غير مصاب من غير ما يطرأ تغيير على الديزيز كوزينج ايجنت هذا. أولاً بإمكانها تنقل بعض أنواع الترايبانوزوما زي الترايبانوزوما فايفاكس. ثانياً بإمكانها تنقل الأنثراكس واللي هو مرض الجمرة الخبيثة اللي تسبب بكتيريا الباسيلس أنثراسيس. في أحيان نادرة بإمكانها أيضاً تنقل اللايم ديزيز أو البوريولوسيس واللي تسبب بكتيريا البوريليا. الكرايسوبس قد تنقل أيضاً طفيل الأنابلازما المسبب للأنابلازموسيس. وأخيراً بإمكانها تنقل البكتيريا المسببة لمرض التيولاريميا. تونجولي آخر توبيك بنتكلم عليه في الأوردر ديبتيرا واللي هو الكنترول أوف ديبتيرانس، كيفية الوقاية والحماية من الحشرات التابعة للأوردر ديبتيرا بشكل خاص والحشرات الأخرى بشكل عام. طبعا الكنترول أوف ديبتيرانس ينقسم لأربعة أنواع: Physical Control, Biological Control, Human Control و Chemical Control. بالنسبة للفيزيكال كنترول فهي الإجراءات الوقائية اللي بإمكاننا نطبقوها في المجتمع زي الحفاظ على النظافة العامة والصرف الصحي الجيد، بالإضافة للتخلص الصحي والسليم من القمامة وتغطية حاويات القمامة باش ما تستغلهاش الحشرات وتستخدمها كأماكن للتكاثر. بإمكاننا أيضا تدمير أو سد الأماكن اللي نعرفوا أن الحشرات قد تتكاثر فيها زي التشققات والحفر. في أيضا نقطة مهمة جدا واللي هي تجفيف الستاكنينت واتر أي المياه الراكدة والمستنقعات، لأنها تعتبر مرتع خصب للحشرات. وأخيرا التخلص من المواد العضوية المتحللة زي بقايا النباتات، الخضروات أو الفواكه المتعفنة. بالنسبة للبيولوجيكال كنترول فهي التغييرات البيولوجية البيئية اللي ممكن تقضي على بعض أنواع الحشرات. كمثال بإمكاننا إطلاق عدد من الناتشرال إنيميز ضد الحشرة اللي نبو نقضوا عليها في المنطقة اللي تتكاثر فيها. طبعا الناتشرال إنيميز هما المخلوقات الحية اللي تتغذى على الحشرة هذه أو اللارفا متاعها. كمثال بإمكاننا إطلاق مجموعة من الطيور اللي تتغذى على حشرة معينة، فتبدأ الطيور هذه تتغذى على الحشرة واللارفا متاعها لعندما يتم إبادتها بالكامل. بإمكاننا أيضا نشر بعض أنواع البكتيريا لتفرز سموم تأثر على دورة حياة الحشرة بالذات في أماكن تولدها، كما بإمكاننا استخدام الجروث انهيبيتورز واللي هما هرمونات تثبط نمو الحشرة وعملية تحولها لأدلت. وأخيراً بإمكاننا نديرو sterilization للميلز سواء بالراديولوجي أو بالكيميكلز بحيث يبدو غير قادرين على تخصيب الفيميلز. بالنسبة للهيومن كنترول أو الهيومن بروتكشن فهي الإجراءات الوقائية لممكن الإنسان يطبقها شخصياً زي استخدام الشبكة الواقية من الحشرات وتثبيتها سواء على النوافذ، الأبواب أو حتى الأسرة. الإنسان بإمكانه أيضا يدهن نفسه بالمراهم الطاردة للحشرات. أخيرا بالنسبة للكيميكال كنترول أو الكيميكال بروتكشن فهي استخدام المواد الكيميائية للقضاء على الحشرات زي الانسكتيسايد اروزلز واللي هما بخاخات المبيد الحشري، ونستخدموها أكثر حاجة للأدلتس.
أما عن اللارفا فبإمكاننا معالجة الأماكن اللي تتواجد فيها بالمواد الكيميائية. الأماكن هذه زي فضلات الحيوانات، القمامة أو المواد العضوية المتحللة. طبعاً الإنسكتسايدز نلقوها على جميع الأشكال، سواء سوليد، باودر أو أويلز، مش تتماشى مع أماكن تكاثر الحشرات. فمثلاً بإمكاننا رش الباودر بسهولة في التشققات، وبإمكاننا استخدام الأويلز في المياه الراكدة، وهكذا. وهيك نكونوا كملنا الأوردر ديبتيرا. تو نخشوا في الأوردر سايفونيبتيرا، واللي هما الفليز أو البرغوت. طبعاً يوجد أربع أنواع من البرغوت يهمونا أكثر حاجة. أولاً البيوليكس إيريتنس، واللي هو الهيومن فلي. ثانياً زينوسيلا تشيوبس، واللي هو رات فلي. ثالثاً تينوسيفلايدس كانس، واللي هو دوغ فلي. وأخيراً عندنا تونغا بينيترنس، واللي يسموا فيه أيضاً التشيغو أو الجيجر أو الساند فلي، واللي هو نوع من أنواع البراغيث اللي يعيش تحت أظافر الإنسان. على أي حال، البراغيث بشكل عام عبارة عن حشرات صغيرة الحجم ولا تمتلك أجنحة، ولونهم بني غامق، بالإضافة أن جسمهم compressed laterally، أي أنه مضغوط من الجانبين، بحيث لما نجو نشوفوا البرغوث من فوق نلقوه رقيق جدا زي الورقة. البراغيث عبارة عن temporary ectoparasites، temporary لأنهم يقعدوا على جلد الإنسان بشكل مؤقت فقط، وبش ياخدوا وجبة الدم متاعهم، باستثناء التونغا penetrans اللي يقعد تحت أظافر الإنسان بشكل دائم. أما عن ectoparasites فتعني إنهم طفيليات تتواجد خارج جسم الإنسان مش داخله. الميل والفيميل فلي الزوز يعتبروا blood suckers. وأخيراً البراغيث نلقوها أكثر حاجة في فصلي الربيع والخريف. طبعاً لارفا الفلي تتغذى على الفضلات وما تتغذاش على البلد، الأدلتس فقط هما اللي يتغذوا على البلد. تونجولي الميديكال امبورتنس اوف فليز. أولاً لعاب الفلي أو البايت متاعهم تسبب تحسس في الجلد، والموضوع هذا مزعج جداً خاصة لو كانت أعداد البايتس كبيرة، فالحكة اللي سببها تحسس الجلد قد تحرم الإنسان حتى من النوم. ثاني medical importance هو أن التونغا penetrans يدير infestation لطبقة الإبيديرمس خاصة في الرجلين، سواء بين الأصابع أو زي ما قلنا تحت الأظافر، وممكن يأثر الموضوع حتى على اليدين. وأخيراً الفليز يعتبروا ناقلات مهمة لبعض الأمراض زي البلاك اللي هو الطاعون، واللي يسموا فيه أيضاً بالبلاك ديث أي الموت الأسود، واللي تسبب بكتيريا اليرسينيا بيستس، وتنتقل البكتيريا هذه للإنسان عن طريق ما يعرف بالأنتيريور ستيشن ترانسميشن. طبعاً لما نقوله أنتيريور ستيشن ترانسميشن فإحنا نعنو أن الديزيز كوزينج ايجنت ينتقل فقط عن طريق البايت، أي عن طريق عضة الحشرة، وما ينتقلش عن طريق برازها. أما لما نقوله posterior station transmission فيعني أن disease causing agent ينتقل فقط عن طريق براز الحشرة، وما ينتقلش عن طريق البايت متاعها. الناقل الأساسي للبليغ هو زينوسيلا تشيوبس اللي هو رات فلي، لكن بإمكانه أيضا ينتقل عن طريق باقي أنواع الفليز. ثاني مرض تنقل الفليز هو الانديميك تايفس، واللي يسموا فيه أيضا بالميورين تايفس. طبعا ضروري نركزوا على كلمة انديميك، لأن في حشرة حنمروا عليها بعد شوية تنقل الإبيديميك تايفس، فكلمة صغيرة زي هذه قد تغلطك في الامتحان. الانديميك تايفس هذا تسبب بكتيريا تسمى بالريكيتسيا تايفي، والبكتيريا هذه تنتقل عن طريق البوستيريور ستيشن ترانسميشن، والناقل غالبا يكون الزينوسيلا تشيوبس، لكن بإمكان باقي أنواع الفليز أن تنقلها أيضا. طبعا سواء اليرسينيا بيستس أو ريكيتسيا تايفي الزوز ينتقلوا بالبروباجيتيف ترانسميشن، بحيث يتكاثروا فقط في العدد داخل جسم الحشرة وما يتطوروش من ستيج لستيج،
لنا سبق وقلنا في الفيديو الأول أن كقاعدة عامة الفيروسات البكتيريا والريكيتسيا كلهم ينتقلوا بالبروباجيتيف ترانسميشن. ثالث ديزيز كوزينج ايجنتس تنقلهم للفليز سبق وتكلمنا عليهم في جزئية السيستولز واللي هما ديدان الهايمينالبس ديمينيوتا والهايمينالبس نانا. فقلنا أن الفلي ممكن يتغذوا على البراز اللي يحتوي على بيض الديدان هذه، فتفقس الديدان في جسمهم وتتحول للارفا، وتنتقل العدوى للإنسان لما يأكل البرغوث اللي يحتوي على اللارفا عن طريق الخطأ. وبما أن الديدان هذه اتطورت فقط من ستيج لستيج داخل جسم البرغوث من غير ما تتكاثر في العدد، فبإمكاننا نقول أن صار لها سايكلو ديفلوبمنتال ترانسميشن. ناقل الهايمينالبس هو زينوسيلا تشيوبس اللي هو الرات فلي. بنفس الطريقة اللي ينقل بها الفلي الهايمينالبس بإمكانه ينقل سيستودا أخرى تعرف بالتيبيليديوم كينينم، لكن الناقل للدودة هذه هو التينوسيفلايدس كانس اللي هو الدوغ فلي. تونجولي الأوردر أنوبلورا واللي هما اللايس أو القمل، ويوجد تحديداً ثلاث أنواع من القمل يهمونا أكثر حاجة. أولاً بيديكيلس هيومينيس كابيتس واللي هو الهيد لاوس أي القمل اللي يعيش على شعر الرأس. ثانياً بيديكيلس هيومينيس كوربوريس واللي هو البودي لاوس أي القمل اللي يعيش على شعر الجسم. وأخيراً ثيريس بيوبس واللي هو البيوبيك لاوس أي القمل اللي يعيش على شعر العانة، وأحيانا نلقوه حتى على شعر الحواجب أو شعر الإبط. اللايس عبارة عن حشرات صغيرة الحجم ولا تمتلك أجنحة، بالإضافة إنهم دورسو فينترالي فلاتند أي أن جسمهم فلات من فوق ومن اللوطة مما يجعله رقيق. اللايس عندهم ثلاث أزواج من الأرجل القصيرة اللي تنتهي بكلوز أي تنتهي بخطاطيف يستخدموها باش يتمسكوا بالشعر وخيوط الملابس. الإكز متاع اللايس تسمى نتس وتكون من برا لزجة وبإمكانها التمسك بشعر الإنسان. اللايس يعتبروا permanent ectoparasites، permanent لأنهم يعيشوا بشكل دائم على جسم الإنسان، وectoparasites كونهم يعيشوا خارج جسم الإنسان مش داخله. طبعاً الميل والفيميل لايس الزوز يعتبروا blood suckers ويتكاثروا أكتر حاجة في فصل الشتاء، ويفضلوا يعيشوا في درجات حرارة ما بين 13 و38 سنتيغريد. القمل يعتبر من الحشرات المعدية وينتقل عن طريق أمشاط وفرش الشعر بالإضافة للقبعات والملابس، وقد ينقل معاه العديد من الأمراض بين إنسان وآخر، بالذات البيديكيلس هيومينيس كوربوريس يعتبر أكثر نوع من اللايس ينقل فيه أمراض. تونجولي الميديكال امبورتنس اوف لايس، شن هي الأهمية الطبية لللايس؟ بداية بشكل عام اللايس انفستيشن يسموا فيه بيديكيولوسيس، ولما يعطل الانفستيشن هذا على جلد الإنسان ويصبح كرونيك يبدأ الجلد في المنطقة المصابة يتيبس ويدكن لونه. الموضوع هذا يسمو فيه Vagabond's Disease. أثناء تواجد اللايس على جلد الإنسان البايتس متاعه ولعابه حيسببوا تحسس لجلد الإنسان Dermatitis، وممكن كان الإنسان مش معتني بنظافته الشخصية ونظافة جلده كويس تجي البكتيريا وتزيد الوضع سوء. الأهمية الطبية لإثيرس بيوبس بشكل خاص وكونه يعيش حتى على شعر الحواجب، فهي إمكانية تسبيبها لالتهابات في منطقة العين زي البليفرايتس اللي هو التهاب الجفن، بالإضافة للكونجنكتيفايتس اللي هو التهاب في العين، والكيراتايتس اللي هو التهاب القرنية. ويتم علاج الحالات هذه باستخدام مرهم يلو أوكسايد أوف ميركوري. أما عن الهيد لايس واللي هو البيتيكيليس هيومينيس كابيتس، فبإمكاننا التخلص منها عن طريق رش الشعر بالسينثيتيك بايريثرم. تونجولي أهم نقطة في اللايس
واللي هي الأمراض اللي ينقلها. بداية زي ما قلنا البيديكيلس هيومينس كوربوريس أو البادي لاوس هو أكثر نوع ينقل أمراض. أول مرض ممكن ينقله هو الإبيديميك تايفس اللي تسبب بكتيريا الريكيتسيا بروازيكياي. أما الفلي فزي ما قلنا ينقلوا الإنديميك تايفس واللي تسبب بكتيريا الريكيتسيا تايفي. الإبيديميك تايفس هذا أو الريكيتسيا بروازيكياي ينتقل بالبوستيريور ستيشن ترانسميشن ويكون من نوعين، يا إما دايركت أي تظهر أعراضها بمجرد إصابة الإنسان بالعدوى، أو بريل زينسر أي أن بعد ما تنتقل العدوى للإنسان يقعد المرض في سبات وما تطلعش أعراضها لفترة طويلة ومن ثم تطلع فجأة. البادي لاوس ينقل أيضا لترينش فيفر واللي هي حمى تسببها بكتيريا ريكيتسيا كوينتانا وتنتقل أيضا بالبوستيريور ستيشن ترانسميشن. وأخيرا البادي لاوس بإمكانه ينقل أيضا الإبيديميك ريلابسينج فيفر واللي تسببها بكتيريا البوريليا ريكورنتس. طبعا نركزوا على كلمة إبيديميك لأن شوية القدام حنمروا على حشرة تانية تنقل الإنديميك ريلابسينج فيفر. على أي حال الإبيديميك ريلابسينج فيفر هذه ما تنتقلش إلا عن طريق الكراشينج أوف إنسكت أي إنها ما تنتقلش لا بعضة الحشرة ولا بالبراز متاعها كونها تستوطن التيشوز متاع الحشرة من الداخل وتقعد فيهم، ولذلك ما تنتقلش للإنسان إلا لو الإنسان سحق الحشرة هذه وخرجت منها البكتيريا. تونجوا لي آخر حاجة نتكلم عليها في الكلاس إنسكتا واللي هي الأوردر هيمبترا واللي هما البق. بالتحديد أكثر حنتكلموا على البيد بق واللي يسموا فيها علميا بالسايمكس لكتشولاريوس. البيد بوغز عبارة عن حشرات صغيرة الحجم لونها بني محمر جسمها لامع ولا تمتلك أجنحة وعندها غدد في جسمها تسمى بالسنت جلانس. وظيفتهم يطلعوا رائحة مميزة شبيهة برائحة الكسبر. البيد بوغز عبارة عن تيمبوراري اكتوباراسايتس بحيث يستنوا الإنسان بيشرقد في الليل ومن ثم يجوه ويقرصوه ويمتصوا دمه. طبعا الزوز الميل والفيميل يتغذوا على البلد. أثناء النهار البيد بوغز ممكن تلبد في العديد من الأماكن زي التشققات في الجدران أو الأخشاب كان الحوش فيها أخشاب. بإمكانها أيضا تلبد في الأثاث في أغطية الأسرة وحتى وراء أوراق الحائط. بهشين هي الميديكال امبورتنس للبيد بوغ. البيد بوغ تعتبر مزعجة أكثر من كونها خطيرة، فقرصها المستمر للإنسان على مدى أيام حيسبب تحسس وحكة في جلد الإنسان. الشيء هذا حيسبب للإنسان عصبية وأرق وفقدان القدرة على النوم. وأخيرا في حالات نادرة جدا يقال إن البيد بوغ بإمكانها تنقل فيروس الهيباتيتس بي. وهيك نكونوا كملنا الكلاس إنسكتا. نبدو بعون الله تعالى في الكلاس أركنيدا واللي هما الحشرات اللي تمتلك 4 أزواج من الأرجل أي 8 أرجل كأجمالي واللي يشملوا التكس المايتس السبايدرز والسكوربيونز. بداية بالتكس واللي هما الجرادا. عنا عائلتين مهمات من الجرادا الهارد تك واللي تسمى بالإكسوديدي والسوفت تك واللي تسمى بالأرغازيدي وبيناتهم بعض الفروق في المورفولوجي. على أي حال التكس عبارة عن permanent ectoparasites of humans and animals بحيث الزوز الميل والفيميل يدخلوا جزء من جسمهم في جلد الإنسان أو الحيوان ويتغذوا عليه الدم متاعه. طبعا الفيميل تيك اكبر حجما من الميل تيك. التيكس عندهم سيمبل مورفولوجي فجسمهم يتكون من جزء واحد فقط غير منقسم الى اجزاء. الجسم هذا طالع منه 4 أرجل من كل جهة. التيكس ما عندهمش رأس
إنما عندهم عضو يلعب دور الرأس والفم ويسمى بالكابيتولوم. الكابيتولوم هذا يختلف بين الهارد والسوفت تيكس. ففي الهارد تيك الكابيتولوم يجي في نهاية جسم التيك anteriorly ويبدأ بارز للخارج، ولذلك يسموا فيه terminal capitulum، بحيث كان شبحنا الهارد تيك من فوق يبدأ الكابيتولوم متاعها باين بوضوح. أما في السوفت تيك فالكابيتولوم نلقوه في الventral surface متاع جسمها، أي في جسمها من الأسفل، ولذلك كان شبحنا السوفت تيك من فوق مش حيبان الكابيتولوم متاعها كونه لابت تحت جسمها، وممكن فقط نشوفوه كان شبحنا جسم الحشرة من الأسفل. الهارد تيكس عندهم اختلاف آخر عن السوفت تيكس، واللي هو الدورسال سيرفيس متاع جسم الهارد تيك، أي جسمها من فوق. فجسمها من فوق يغطيه طبقة من التيشو القاسي زي الدرع. الدرع هذا يسمو فيه سكيوتوم، ونلقوا أنه يغطي سطح الدورسال سيرفيس بالكامل في الميل هارد تيك، ويغطي فقط جزء صغير من الدورسال سيرفيس في الفيميل هارد تيك. أما عن السوفت تيكس فما عندهمش سكيوتوم. فارق أخير بين الهارد والسوفت تيكس هو أن نهاية جسم الهارد تيك posteriorly نلقوا فيه ما يعرف بالفيستونز، واللي هما عبارة عن زي التموجات. الفيستونز هادو ما نلقوهمش في السوفت تيكس. توانجولي الميديكال امبورتنس اوف تيكس. بداية البايت متاع التيك مؤلمة إلى حد ما، وتسبب انفلاميشن، هايبريميا، إديما وهيموريج، ويكونوا منحصرات في المناطق متاع البايتس. طبعا زي ما قلنا التيك بعد ما تعض على جلد الإنسان تقعد قنط عليه وتمص في الدم متاعه، ولذلك باش ننحوها ضروري قبل أن نقطع عليها بضع قطرات من الكلوروفورم أو الإيثر باش ترخي الجلد، وبعدين ننحوها بالملقط ونعالجوا المنطقة بالأنتيهستامينيك للتخفيف من تحسس الجلد، بالإضافة للأنتيبيوتيك للوقاية من الإنفكشنز. أهمية طبية أخرى للتكس واللي هي قدرة الفيميل هارد تيك تحديداً على تسبيب ما يعرف بالتيك باراليسيس، لأن الأوفريز متاعها تفرز نيروتوكسين. النيروتوكسين هذا يطلع مع لعابها ويخش لدم الإنسان وهي عضاتها، ومن ثم يمشي للنيروماسكولار جانكشنز ويدير بلوك للأسيتايل كولين ريليز، مما يسبب شلل متصاعد ascending paralysis. لحسن الحظ الشلل هذا يتعالج منه لي بعد فترة من إزالة التك من جلد الإنسان المصاب. التك paralysis شبيه بحالة مرضية أخرى تتسم بالشلل يسببها البوليو فيروس وتسمى بالبوليو ميلايتس، لذلك قد يتلخبط الإنسان بيناتهم وهو قاعد يدير في differential diagnosis. توانجولي آخر وأهم medical importance للتكس، واللي هي الأمراض اللي ينقلوها، والأمراض هذه ممكن تنتقل سواء عن طريق لعابهم، البراز متاعهم، الكوكسال فلويد متاعهم واللي هو سائل تفرز التك شبيه باليورين، أو حتى ترانس أوفيريان، يعني زي ما قلنا في الفيديو الأول الفيميل تك المصابة قد تورث الديزيز كوزينج ايجنتس لصغارها. على أي حال التكس ينقلوا مجموعة من الأمراض واللي تسببها سواء بكتيريا، ريكيتسيا، فيروسز أو حتى بروتوزوا. نبدو بالبكتيريا. أول وأشهر ديزيز ممكن التك تنقله هو اللايم ديزيز، واللي تسببه بكتيريا تعرف بالبوريليا بيركدورفري، ويتسم بالعديد من الأعراض. أحد الأعراض هذه هو طفح جلدي مميز الشكل يسمى بالإريثيما كرونيكم مايغرانس. عندنا أيضاً الإنديميك ريلابسينج فيفر اللي تسببها بكتيريا تعرف بالبوريليا ديوتوناي. طبعاً ما لخبطوش بينها وبين الإبيديميك ريلابسينج فيفر اللي انقلها البادي لاوس، واللي تسببها بكتيريا البوريليا
recurrentes. بالنسبة للريكيتسيا فتنقل الكيو فيفر اللي تسببها الكوكسيلا برينيرياي، بالإضافة للميديترينيان سبوتت فيفر اللي تسببها الريكيتسيا كونورياي، والروكي سبوتت فيفر اللي تسببها الريكيتسيا ريكيتسياي. أما عن الفيروسز فعنا الفيرال إنسفلايتس، التيك بورن إنسفلايتس، الكولورادو تيك فيفر، الهيموريجيك فيفر، والكورما هيموريجيك فيفر. وأخيرا بالنسبة للبروتوزوا فقد تنقل مرض البابيسيوسيس اللي سبب طفيل البابيسيا دايفيرجنس. توانجولي ثاني توبيك نتكلم عليها في الكلاس أراكنيدا واللي هو المايتس أو العث المسبب للجرب. المايتس عبارة عن حشرات صغيرة جدا في الحجم لدرجة أن حجمها يقاس بالمليمترز وتحتاج مايكروسكوب باش تشوفها. جسمهم غريب الشكل ومليء بالأشواك والشعر زي ما في الصورة، وطالع منها 4 أزواج من الأرجل. في الفيميل مايت زوز أزواج من رجليها واللي هما الأربع القداميات ينتهوا بمصات، أما الزوز أزواج الخلفيات فينتهوا ببريستل أي ينتهوا بزي شعرة طويلة. أما عن الميل مايت فالزوج الثالث من رجليهم هو فقط اللي ينتهي ببريستل، أما باقي رجليهم فتنتهي بمصات. طبعا توجد 4 أنواع مهمة من المايتس وحنمر عليهم بشوية علينا، بداية بالنوع الأول واللي يسمى بالساركوبتيس سكابياي أو الإتش مايت أي العث المسبب للحكة. الساركوبتيس سكابياي هذا عبارة عن permanent ectoparasite of human and animals بحيث يعيش ويستقر في جلدهم ويسبب لهم مرض السكابيز واللي هو الجرب. السكابيز هذا مرض معدي جداً وينتقل سواء عن طريق ملامسة الإنسان المصاب أو الجلد متاعه. تو السؤال هنا كيف تسبب المايت الحكة أو الجرب؟ والجواب هو أن الفيرتلايزد فيميل أي أنثى المايت المخصبة تبدأ تحفر أنفاق على هيئة زيكزاك في طبقة الإبيديرمس متاع جلد الإنسان باش تبدأ تحط فيها الإكس واللارفا متاعها، وأثناء العملية هذه أكيد المايتس حينزل منها فضلات زي السلايفا والفيسيز في الأنفاق هذه، مما يسبب تحسس وحكة شديدة في جلد الإنسان. الحكة هذه تزيد أكثر وأكثر في النو والعرق مما يجعل الإنسان يحكها بشراسة، وكل ما حكها الإنسان أكثر كل ما تبدأ تنجرح وينزل منها دم أكثر مما يجعل المنطقة هذه معرضة للسكندري بكتيريال انفكشنز. في الناس اللي عندهم نقص في المناعة أو الناس اللي عندهم مشاكل عقلية أو جسدية تمنعهم من العناية بنظافتهم الشخصية بشكل جيد، المايتس قد تستغل الفرصة هذه ويبدو يتكاثروا بشكل كبير في جلدهم لدرجة أن الجرام الواحد من جلدهم نلقوا فيه ما يقارب 4700 مايت. الشيء هذا حيسبب لهم جرب حاد جدا. الحالة هذه يسموا فيها بالنرويجيان إتش أي الحكة النرويجية أو الكراستيد سكابيز أي الجرب المتقشر، كون الجلد يبدأ يتيبس ويتقشر. الحالة هذه تتسم بأعراض زي الجنراليز ديرماتيتس أي التهاب عام في الجلد، الهايبر كيراتوسيس أي أن الجلد يبدأ يتيبس ويزيد فيه السمك، وأخيرا زي ما قلنا يصير كراستينج أي أن الجلد يبدأ يتقشر. تونجولي الدياغنوسيس أوف سكابيز، كيف يتم تشخيص الجرب؟ أولا زي أي مرض آخر نشوفه الكلينيكال بيكتشر، نشوفه الأعراض اللي يشكي منها المريض واللي غالبا تكون أعراض مرتبطة بالجلد زي حكة شديدة في الليل، طفح على الجلد زي الفيسيكلز والبوستيولز، بالإضافة لبليدينج كان الإنسان حك حلبة. لكن كالعادة الكلينيكال بيكتشر لا تكفي إن نبنوا عليها التشخيص وضروري نلحقوها باختبارات أخرى للتأكيد.
فمثلا بإمكاننا نقشط عينة صغيرة من الجلد في المنطقة المصابة، ومن ثم نقطر عليها نقطة أو اثنين من محلول 10% بوتاسيوم هيدروكسيد، ومن ثم نفحصها تحت الميكروسكوب. أو بإمكاننا نحقن ليكويد تتراسايكلين في الأنفاق اللي حفرتها الفيميل مايت، ومن ثم نعرض المنطقة لليوفي لايت. وكان الإنسان مصاب بالجرب، فالأنفاق المحقونة بالليكويد تتراسايكلين حيبان لونها أصفر مخضر تحت اليوفي لايت. بالنسبة للتريتمنت أوف سكيبيز، فأولا يجب علاج الأسرة بالكامل أو الأشخاص اللي تعيش بمقربة من الإنسان المصاب، كون السكيبيز يعتبر مرض معدي جدا. ثانيا، الاستحمام بالماء الدافئ والصابون وغسل الملابس وأغطية الأسرة على الأقل لمدة 10 دقائق في درجة حرارة 50 سنتيغريد. عندنا أيضا مجموعة من الكريمات والمراهم اللي بإمكاننا دهنها على الجلد، زي البرميثرين، الملاثيون، الكروتاميتين، السلفر والبنزل بنزويت. أما عن الآيفرميكتين فبإمكاننا يا أما ناخدوه أورال أو نستخدموه توبيكال كمرهم. وأخيرا بإمكاننا استخدام الأنتي هيستامينيك للتخفيف من أعراض التحسس، والأنتي بيوتيك للقضاء على البكتيريا اللي ممكن تكون استغلت الوضع وسببت إنفكشن للإنسان. تونجوا لي ثاني نوع من الميت واللي هو ديمودكس فوليكولورم أو الهير فوليكل ميت، واللي من اسمه بإمكاننا نستنجو وين يتواجد في جسم الإنسان. على أي حال، الديمودكس فوليكولورم يعتبر أقل حدة من الساركابتيس سكيبياي، كونه يعيش محصور فقط في الهير فوليكلز والسيباشيس كلانز، بالذات الموجودين في الأنف، في الوجه وفي جفون العين. وفي العادة ما يسببش أعراض قوية، مجرد أنه يخلي الهير فوليكل تنتفخ ويبدأ عليها بقطة سودة زي منظر الأنس اللي هو حب الشباب. لكن في بعض الأحيان قد يسبب التهابات زي الكيراتايتس اللي هو التهاب القرنية، البليفرايتس اللي هو التهاب الجفن، بالإضافة أن زي عادتها البكتيريا قد تستغل الوضع وتجي تدير secondary infections. بالنسبة للتشخيص متاعه، فيتم بأننا نضغط على الهير فوليكل المنتفخة، ولما نضغط عليها حيطلع منها سائل لزج، ناخدوه ونديرو له microscopic examination. بالنسبة للتريتمنت متاعه، فكلها نقاط بسيطة زي غسل المنطقة المصابة سواء بالبيبي شامبو أو بالسلفر سوب اللي هو الصابون اللي يحتوي على الكبريت. بإمكاننا أيضا استخدام كريمات زي كريم الزنك أو كريم الكبريت أو البرميثرين. وأخيرا بإمكاننا أيضا ناخدو أورال إيفرميكتين. نجولي ثالث نوع من الميت واللي يسمى بالترومبيكولا أكاموشي، وعنده أيضا العديد من الأسماء الأخرى زي التوتسو غاموشي ميت، السكرب ميت، الريد ميت والتشيغرز. بداية الأدلت والنيمفستيجيس متاع الميت هذا، الزوز يعتبروا فري ليفينج وما يضروش الإنسان. اللارفا اللي كيف طالعة من الإكس هي اللي تعتبر باراسيتك، وتسبب حكة شديدة وتهيج في جلد الإنسان المصاب. الحكة والتهيج هذو يسموا فيهم تشيغرز على اسم الميت. الحكة والتهيج لا تعتبر الأهمية الطبية الوحيدة للارفا الميت هذا، بل بإمكانها أيضا نقل مرض يسمى بالسكرب تايفس، واللي عنده أسماء أخرى زي الميت بورن تايفس، التسوتسو غاموشي فيفر والجابانيز ريفر فيفر، وتسبب بكتيريا تعرف بالريكيتسيا أورينتاليس أو الريكيتسيا أورينتيا تسوتسو غاموشي. الريكيتسيا هذه ممكن تنتقل ترانس أوفيريان من الأم المصابة لللارفا متاعها، ومن ثم اللارفا متاعها لما تعيش في جلد الإنسان تنقلها له.
بالنسبة للتريتمنت والبريفنشن، فأولا بإمكاننا القضاء على الحيوانات لتعيش فيها لارفا المايت هذا، كونها تعيش أيضا في بعض الحيوانات زي القوارض، الأرانب والطيور. أما عن المنطقة المصابة في جلد الإنسان، فبإمكاننا ندهن عليها بنزايل بنزويت. تونجولي آخر نوع من المايتس نحكو عليه، واللي هو ديرماتافاغويدس أو الهاوس داست مايت، واللي هو عبارة عن عث صغير جدا في الحجم، وحجمه يكون أقل من 1 مليمتر، ونلقوه في الحياش سواء على أغطية وأفرشة الأسرة، على الأثاث، على السجاد، أو في غبار المنزل بشكل عام، وممكن الإنسان يستنشقه ويسبب له مشاكل تنفسية. طبعا الحياش اللي فيها أكثر من 100 مايت في الجرام الواحد من الغبار يكون أصحابها معرضين بشكل بسيط إنهم يصابوا ببعض الأمراض التحسسية زي البرونكيال أزما، الرينيتس، الكونجنكتيفيتس والإكزيما. أما عن الحياش اللي يكون فيها 500 مايت أو أكثر في الجرام الواحد من الغبار، فيكون أصحابها معرضين بشكل كبير ومباشر للإصابة بالأكيوت أزما. بالنسبة لكيفية التعامل مع الدست مايت، فكلها نقاط منطقية وتتعلق بالنظافة زي الفاكيوم كلينينج، واللي هو استخدام المكنسة الكهربائية، بالإضافة لحفظ المخدات والأفرشة اللي الإنسان ما يستخدمهاش في أكياس بلاستيكية. أما بالنسبة للي يستخدمها، فيجب غسلها بشكل دوري ومستمر بدرجات حرارة أعلى من 50 سنتيغريد. نقطة أخيرة ويحبوها في الامتحان، واللي هي أن الهاوس داست مايت ما نستخدموش الانسكتيسايدز للقضاء عليه، كون الشيء هذا حيزيد الطين بلة، ولو الإنسان صاير له مشاكل في التنفس فحيزيد هذا أكثر. تونجولي آخر موضوعين بنحكو عليهم في الكلاس أراكنيدا، واللي هما السبايدرز والسكوربيونز. بداية بالسبايدرز، كان نركزوا على جسم السبايدرز حنلاحظوا ان عندهم سيفالوثوراكس، اي ان رأسهم لاصق في الثوراكس متاعهم ومش منفصلات عن بعض زي باقي الحشرات. حنلاحظوا ايضا ان عندهم 3 أو 4 ازواج من الاعين، بالاضافة ان زيهم زي اي اراكنيدا اخرى عندهم 4 ازواج من الارجل. واخيرا السبايدرز ما عندهاش قرون استشعار. أهمية السبايدرز الطبية هي قدرتهم على فرز السموم، والطريقة العامة لتشتغل فيها هذه السموم هي أنهم يحفزوا النهايات العصبية ويخلوها ترسل إشارات كهربائية بشكل مستمر. الشيء هذا يتم بسبب تأثيرهم أولاً على الصوديوم تشانلز بحيث يخلوها مفتوحة، فيستمر الصوديوم بالدخول للخلية العصبية وتستمر عملية الديبولاريزيشن. وتأثيرهم ثانياً على الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز بحيث يخلوها مسكرة ويمنعوا البوتاسيوم من الخروج من الخلية، والشيء هذا أيضاً يحافظ على الديبولاريزيشن أو الشحنة الموجبة داخل الخلية. عندنا 2 سبايدرز مشهورات بنحكوا عليهم، البلاك ويدو سبايدر اللي اسمها العلمي لاترادكتوس واللي هي الأرملة السوداء، والبراون ريكلوس سبايدر واللي اسمه العلمي لوكساسيليس ريكلوسا واللي هو العنكبوت البني. طبعا اللاترودكتاس أو الأرملة السوداء عندها على الأبدومن متاعها ما يعرف بالريد أور جلاس باترن، أي زغريفة حمراء اللون على شكل ساعة رملية. أما عن اللوكساسيليس سبايدر أو العنكبوت البني، فعندها على السيفالوثوركس متاعها فيولين باترن، أي زغريفة شبيهة بمظهر الكمان. وأخيراً السم الخاص باللاترودكتاس أو الأرملة السوداء فيكون مفعولة سيستيميك، أي يأثر بشكل عام على الجسم، ولذلك تسمى الحالة ليسببها بالسيستيميك أراكنيديزم. أما عن الإكسوسيليس أو العنكبوت البني، فالسم متاعها يكون مفعولة لوكال في مكان البايت متاع السبايدرز، بالتحديد أكثر يسبب نيكروسيز في مكان البايت، ولذلك تم تسمية الحالة هذه بالنكروتيك أراكنيديزم، وتعتبر أكثر خطورة من السيستيميك أراكنيديزم.
طبعاً ضروري نركزوا على الفروق بيناتهم وما ننسوش أن اللاترودكتس تسبب systemic arachnidism بينما اللوكسوسيليز يسبب necrotic arachnidism. وأخيراً آخر حاجة نتكلم عليها في جزئية الأرثروبودز هي السكوربينز أي العقارب. العقارب بشكل عام غير ضارة للإنسان، فالعقارب تعتبر free living وتتغذى على الحشرات وما تنقلش أي نوع من أنواع الأمراض، وحتى وقت خروجها من جحورها يكون nocturnal أي أثناء الليل. الشيء الوحيد اللي ممكن تسببه هو أنها كان حست بالخطر قد تقرص الإنسان، والقرصة متاعها مؤلمة وفيها نيروتوكسن. بالنسبة للمورفولوجي متاعهم، فالعقارب عندها long cylinder bodies أي أجسام طويلة ومتناسقة الشكل، وزيهم زي أي أراكنيدة أخرى عندهم four pairs of legs. وأخيرا أهم structure في جسمها هو التيل متاعها، ديلها. عندها five segmented tail أي ديل يتكون من 5 segments، والسيجمنتس هذه متصلة ببعضها بزي المفاصل بحيث التيل ينتنى بسهولة وبإمكانها يجي حتى فوق ظهرها زي ما في الصورة. في نهاية التيل يوجد انتفاخ يعرف بالبويزن جلاند أو الستينجر أو التيلسن، وهو المسؤول عن حقن السم أثناء قرصة السكوربيون. وكي نكونوا كملنا الكلاس أراكنيدا وكملنا الفيديو الثاني والأخير الخاص بالأرثروبودز. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.